هلو، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله في الفيديو ده هنحل مع بعض شيت 1. طيب نبتدي كده نشوف. اول مسألة في الشيت كانت بتقول ايه؟ اول مسألة في الشيت كانت اداني سيركت بالمنظر ده، مصفت امبليفاير سيركت، وطلب عليها شوية طلبات. طيب تعال بس الاول نشوف السيركت دي شكلها عامل ازاي وبتقول ايه، بعدين نشوف الطلبات اللي هو ايه طالبها. طيب السيركت دي مكونة من ايه يا شباب؟ السيركت دي ممكن عندي هنا سبلاي فوق اهو اللي هو ال VDD، ده ليبل بتاع السبلاي. عندي 2 ريزيسترز من السبلاي للجراوند اسمهم R1 وR2 بالمنظر ده. عندي هنا حاجة اسمها MOSFET ديفايس، وده هناخده واحنا ماشيين في الكورس. المصفت ده متوصل من النقطة دي للسبلاي عن طريق ريزيستنس اسمها RD، ومتوصل من النقطة دي للجراوند عن ريزيستنس عن طريق ريزيستنس اسمها RS. طيب اول طلب طلبه في المساله هو عايز يجيب الايكوفالنت الثيفنين ايكوفالنت بتاعت الجزء اللي هو حاطه في الريكتانجل ده. ده اول طلب سهل كده، تعالوا ايه نفتكر مع بعض ازاي كنا بنجيب ثيفنين ايكوفالنت. طيب ثيفنين ايكوفالنت كنا بنجيب في ثيفنين حاجتين، حاجه اسمها ار ثيفنين وحاجه اسمها في ثيفنين. طيب ار ثيفنين هي عباره عن ايه؟ عباره عن التو ريزيستورز دول بارلل مع بعض، اللي هي R2 بارلل مع R1. طيب ايه بقى في 7 دي؟ في 7 دي هي اكنك كنت بتجيب الفولتج على النقطه دي، لو انت ايه عايز تفتكر القانون. طيب لو انت اكنك كنت بتجيب الفولتج على النقطه دي كان هيكون بيساوي ايه؟ كان هيساوي في دي دي في R2 على R2 بلس R1. طيب انت كده جبت الفي 7 وجبت الار 7، تقدر بمنتهى البساطه تريبليس الجزء اللي هو كان في الريكتانجل ده بالايه؟ بالموديل اللي هو 7 ايكوفلنت، وترسمه تاني ايه في الدايره. يبقى احنا هنشيل كده الجزء ده اللي هو كان جوه الريكتانجل النقط ده كده، وهنحط بداله ال 7 ايكوفالنت اللي احنا طلعناه. فهنلاقي السيركت بقت بالمنظر ده، ادي في 7 و ار 7 دول الجزء اللي هم بتوع 7 ايكوفالنت، وصلناهم على نفس النقطه اللي هي كانت ايه دي. شلنا الجزء اللي كان في المستطيل وحطينا الدايره ايه الجديده بتاعتنا او الايكوفالنت ايه موديل اللي احنا طلعناه، وبقيت السيركت زي ما هي. طيب عايزين بقى نقول كده كام ملحوظه على المصفت عشان هنستخدمهم في ايه، في حل بقيه المساله. او كده كده المصفت احنا هندرسها يا شباب بالتفصيل واحنا ماشيين في الكورس، بس يهمنا دلوقتي كده كام معلومه عشان نعرف نحل كي سي ال وكي في ال والكلام ده. طيب المصفت اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده حاجه ليها زي ما انتم شايفين قدامنا كده في الرسمه دي، في 3 تيرمينالز، حاجه اسمها الجيت، حاجه اسمها السورس، حاجه اسمها الدرين. خلاص السورس اللي هو دايما بيكون عند السهم اللي هو النقطه دي بنسميها سورس، خلاص، والرمز بتاعه اس. الترنال ده اسمه جيت وبنرمز له بالجي، الترنال ده اسمه درين وبنرمز له بالدي، خلاص. طيب اللي قدامنا ده اسمه ان موس، وهنشوف طول ما احنا ماشيين في الكورس حاجه اسمها ان موس، هنشوف حاجه اسمها بي موس. في كمان ترنال رابع بس مش بنرسمه اللي هو البلك، برضو ده هنشوفه طول ما احنا ماشيين في الكورس. المهم يعني التلاته ترنالز دول هما اللي يهمونا دلوقتي، ويهمنا شويه ايه تسميات تانيه كده وشويه ملحوظات تانيه. طيب قال لي الجيت دي الكرنت اللي بتبقى ماشيه جواها بكام؟ الكرنت اللي بتبقى ماشيه جوه الجيت بزيرو، يعني هنا كده مفيش كرنت بتبقى داخله جوه الديفايس، اكن الاي اللي داخله بكام؟ بزيرو. هو يعني انت بس ممكن ايه تحط فولت على الايه النقطه اللي هي بتاعت الجيت، بس النقطه بتاعت الجيت دي ما بيخشش جواها كرنت. طيب ده كده بالنسبه، يبقى كده الكرنت اللي داخله على الجيت بزيرو. طيب قال لي ايه بقى نظام السورس والدرين؟ الكرنت اللي ماشيه في السورس هي نفسها بالظبط الكرنت اللي ماشيه في الدرين، هنرمز لها باي دي، خلاص. طيب الفولت ما بين الترنلز ما بين الجيت والسورس بنسميه في جي اس، ما بين الدرين والسورس بنسميه في دي اس، خلاص. يبقى في جي اس هي الفي جي ماينس الفي اس، الفي دي اس هي الفي دي ماينس الفي اس، خلاص. دي شويه المعلومات اللي احنا ايه محتاجين نعرفها دلوقتي عشان نعرف نحل بقيه المساله اللي هي الكي سي ال والكي في ال والكلام ده. طيب بعد كده هو طلب مني اجيب الكي في ال بتاع اول بارت او لوب 1 اللي هو كان معلم لي عليها ايه هنا اهو، دي كده اللي هي لوب 1. انا هجيب لوب 1 مره قبل ما جبت ايه عملت ثيفنين ايكوفالنت اللي هي الدايره الاصليه، مره بعد ما جبت ايه ثيفنين ايكوفالنت عشان ايه محدش يزعل. طيب لو احنا هنيجي بقى نعمل الكي في ال على اللوب اللي هي دي اللي هي قبل ما نحط اي ثيفنين ايكوفالنت او اي حاجه، السبلاي بيساوي ايه؟ السبلاي بيساوي الكرنت اللي ماشيه في الار 1، خلاص، اللي هو الدروب اللي على R1 اللي هي I اللي ماشية هنا تايمز R1 بلس ال I اللي ماشية هنا تايمز R2، اللي هو الدروب على R1 بلس الدروب على R2. واتفقنا إن الكرنت اللي داخلة جوه الجيت بتاعت المصفت
بزيرو، فكده كده الكرنت اللي ماشيه هنا هي هي نفسها الكرنت الايه اللي ماشيه هنا. فيبقى كده ال VDD بيساوي ايه؟ بيساوي ال I اللي ماشيه هنا times R1 plus R2. انا هسمي الكرنت اللي ماشيه في الايه في الجزء ده اسمها IX خلاص. فانا هيبقى ال VDD equal IX مضروبه في R1 plus R2. طب لو حبيت اجيب ال KVL بس بعد ما حطيت Thevenin equivalent على الرسمه، يعني بعد ما حطيت Thevenin equivalent حبيت اجيب KVL للوب ايه اللي هي دي كده خلاص، برضو ايه نحسبها خلاص. فاحنا ال KVL بتاعنا هيبقى عامل ازاي؟ كده كده مفيش كارنت ماشيه جوه الجيت خلاص زي ما اتفقنا، فكده كده الريزيستنس اللي هي ال R Thevenin دي مفيش عليها اي فولتج دروب، فالنقطه دي لو قيمتها V Thevenin هتبقى النقطه دي كمان قيمتها كام؟ V Thevenin خلاص، اللي هي اكن الجيت بالظبط بتساوي مين؟ V Thevenin. طيب النقطه دي بقى لو عملنا لها KVL للجراوند، هي النقطه دي الفولت بتاعها بيساوي ايه؟ بيساوي الفولت من النقطه دي للنقطه دي اللي هو بنسميه VGS، اللي هو ال VG ماينس ال VS. يبقى انا نزلت من هنا لهنا بلس الدروب اللي موجود على الريزيستنس اللي تحت اللي هو ار اس في الكرنت اللي ايه اللي ماشي، يبقى انا كده وصلت للجراوند. يبقى الفي ثيفنن بتاعتي اللي هي بتساوي النقطه دي لان مفيش كرنت ماشيه في الريزيستنس، الفي ثيفنن هتساوي الفي جي اس اللي هو من ده لده بلس اي دي تايمز ار اس. يبقى انا كده عملت ايه كي في ال بتاع ما حطيت ثيفنن ايكويفالنت، يبقى الفي ثيفنن اهي بتساوي الفي جي اس بلس الاي دي في الار اس. لو حبيت اعمل بقى كي في ال على اللوب 2 اللي هو كان راسمها لي في الرسمه، فين لوب 2؟ ادي دي هي دي لوب 2 طيب اللي هي الاوتر لوب يعني. لو حبيت اخد لها كي في ال هو السبلاي بيساوي ايه؟ السبلاي بيساوي الكرنت اللي ماشيه اللي اسمها اي دي تتضرب في الريزيستنس ار دي، يبقى انا كده جبت الدروب اللي على الريزيستنس الار دي بلس الدروب من النقطه دي للنقطه دي اللي هي الفي دي اس اللي على الموسفيت بلس الدروب اللي على الريزيستنس اللي تحت اللي هو اي دي في ار اس. يبقى الفي دي دي بيساوي الدروب ده بلس الدروب بتاع ال VDS بلس الدروب على الريزيستنس اللي تحت، يبقى I في R بلس I في RD بلس ال VDS بلس ال I في ال RS. واتفقنا كده كده الكرنت اللي ماشيه في الدرين هي هي نفسها الكرنت اللي ماشيه في السورس، هنسميها ID خلاص. يبقى الايكويشن بتاعت KVL بتاعت لوب 2 ال VDD بيساوي ID في RD اللي هو الدروب اللي على الريزيستنس اللي فوق بلس ال VDS اللي هو الفولت ما بين الدرين والسورس بلس ال ID في ال RS. كده خلصنا تالت طلب. طيب بعد ما خلصنا تالت طلب هو ايه؟ اداني كده طلب سهل برضه بعدها، قال لي اسيوم ان ال في دي دي ب 5 فولت، الار دي ب 2 كيلو، ار اس 1 كيلو، الكرنت اللي هي الاي دي 1 ملي امبير، كالكوليت في دي اس خلاص. فانا هستخدم الايكويشن انا كنت لسه مطلعها في الطلب اللي هو قبله اللي هو رقم سي خلاص، هستخدمها هعوض على طول في الايكويشن انا كنت جايبها، هطلع ايه اللي هو طب هو بيقول لي ال في دي دي ب 5، ار دي 2، ار اس 1، الاي ب 1 ملي. احنا عارفين ان السبلاي بيساوي الاي دي في الـ RS بلس الـ RD بلس الـ VDS. معايا الكرنت، معايا الـ RS، معايا الـ RD، معايا السبلاي، متبقي لي مين؟ متبقي لي الـ VDS، أقدر أحسبه بمنتهى السهولة هيطلع الـ VDS 2 فولت. كده أنا خلصت رابع طلب في المسألة. طيب خامس طلب في المسألة بقى كان طلب إيه؟ اللي هو آخر طلب، قال لي assume الـ current flowing in R2 and R1 equal ID على 10 خلاص. يعني إحنا هنا قلنا الكرنت اللي ماشية في الجزء ده كانت 1 ملي امبير اللي هي الاي دي، يبقى انا هاسيوم الكرنت اللي ماشيه في الار 1 والار 2 1 على 10 من الكرنت اللي كانت ماشيه هناك، يبقى 0.1 ملي امبير ماشيه هنا. انا كنت رمزت حطيت رمز الكرنت اللي ماشيه هنا اسمها اي اكس خلاص، فكده اكني بقول الاي اكس هي 0.1 ملي امبير اللي هي الكرنت جوه ار 1 وار 2. طيب يبقى اسيوم الكرنت بكذا، وقال لي اسيوم ان الفي جي اس ب1 فولت اللي هو الفرق ما بين الجيت والسورس ب1 فولت خلاص، يعني الجيت اعلى من السورس ب1 فولت. يبقى المطلوب قال لي هات ار 1 وهات ار 2. طيب انا محتاج دلوقتي انا عندي 2 unknowns فاولموست هحتاج 2 equations عشان اطلع ليه 2 unknowns دول. طيب تعالوا كده نشوف اول equation سهله جدا ممكن نعملها، هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن احنا قلنا ان الفي دي دي بتاعتنا بتساوي الكرنت اللي ماشيه هنا multiplied by R1 plus R2 اللي هو الدروب على التو ريزيستورز ايه السيريس مع بعض دول. طيب هو قال لي كده كده الكرنت اللي موجوده معايا بكام؟ ب 0.1 ملي امبير، وانا معايا قيمه السبلاي ب 5 فولت، اقدر احسب ال R1 وال R2 السميشن بتاعهم على بعض اللي هو R1 plus R2. فدي كده اول خطوه هنعملها ايه دلوقتي؟ خلاص يبقى احنا اتفقنا ان الفي دي دي هي ال IX R1 plus R2، اتفقنا في دي دي ب 5 فولت، الاي اكس اللي هي الكرنت اللي ماشيه جوه التو ريزيستورز خلاص اللي هي 0.1 ملي امبير تتضرب في الار 1 بلس ار 2. يبقى انا كده عرفت ان مجموع ار 1 وار 2 على بعض بكام؟ ب 50 كيلو. دي كده اول ايه؟
معلومة، بس دي معلومة لسه مش كافية، أنا محتاج أجيب إيكويشن تاني عشان أعرف أجيب قيمة R1 لوحدها وقيمة R2 لوحدها. هبتدي هستخدم تاني جيفن هو إداهوني، اللي هو قال لي إيه، إن الفرق ما بين الجيت والسورس اللي هو الـ VGS بيساوي 1 فولت. طيب عشان بس أستخدم الفرق بين الجيت والسورس بيساوي 1 فولت، أنا محتاج الأول إيه، أعمل شوية حسابات. طيب تعالوا كده نفكر مع بعض. لو انا عارف دلوقتي انا اقدر احسب، هل اقدر احسب الفولت اللي على الار اس كده لوحده، اللي هو النقطه السورس كده لوحدها عليها قيمه فولت كام؟ اقدر احسبها. هي بتساوي ايه؟ بتساوي الاي اللي ماشيه اللي هي الواحد ملي في الار اس اللي هي 1 كيلو. فانا بمنتهى البساطه اقدر احسب الايه، الدروب اللي على الار اس ده اللي هو بيساوي الفي اس اللي هو الفولت الموجود على السورس، اللي هو هيبقى 1 كيلو في 1 ملي، يبقى النقطه دي كده ب 1 فولت. طيب هو قال لي ان الفي جي اس بتاعتي ب 1 فولت، معناها ان الجيت اعلى من السورس ب 1 فولت. طيب لو السورس ب 1 فولت والفي جي اس اللي هو الدروب ما بين الجي للاس ب 1 فولت، يبقى الجيت المفروض تبقى بكام؟ المفروض الجيت كده تساوي 2 فولت، عشان 2 فولت انزل منهم واحد كده، يبقى هنا الفولت بتاعي 1 فولت اللي هو فعلا الفولت اللي المفروض يكون موجود على ايه؟ الار اس. فانا كده وصلت معاكم ان احنا الفولت على الجيت بكام؟ ب 2 فولت. طيب واتفقنا من شويه ان الفولت اللي على الجيت هو نفسه هيكون الفولت بتاع مين؟ بتاع الفي ثيفنن، لان احنا اتفقنا كده في الموديل، اتفقنا ان هنا مفيش كارنت ماشيه جوه الجيت، فالفي جيت بتاعتي هي بالظبط مين؟ بتساوي بالظبط الفي ثيفنن. خلاص؟ فتعالى كده نكتب الايكويشن بتاعت الكلام ده ونشوف هيوصلنا لايه. يبقى ده اللي احنا كده قلناه، قلنا اول حاجه حسبناها الفولت الموجود على السورس اللي هي الكارنت اللي كانت ماشيه في الار اس بتساوي 1 فولت. خلاص؟ وبعد كده قدرنا نحسب من معلومه الفي جي اس اللي هو الدهاني، ان في جي اس ب 1 فولت والفولت اللي موجود على السورس ب 1 فولت، يبقى الفي جي نفسها بكام؟ الفولت اللي على الجيت نفسه بكام؟ ب 2 فولت. طيب واتفقنا ان الفولت اللي على الجيت هو نفسه الفولت بتاع في ثيفنن، لان مفيش كارنت ماشيه جوه الجيت، فمفيش اي دروب على ايه؟ الار ثيفنن في الايه؟ في الموديل. فوصلنا ان الفي جيت هتساوي في ثيفنن اللي هي 2 فولت. طيب انا كده استفدت ايه؟ الفكره بقى ان الايكويشن بتاعت الفي ثيفنن كان جواها R2 R1، فانا كده اكني جبت ايكويشن ثانيه اقدر اجيب منها R2 والR1. فتعالوا نكتب الكلام ده. هي الفي ثيفنن كانت بتساوي في الايكويشن اللي احنا كتبناها في اول طلب خالص اللي هو الثيفنن ايكويفلنت، كانت بتساوي في تي دي ملتبلاي باي R2 على R2 بلس R1. الكلام ده هيساوي 2. انا معايا مين؟ معايا الفي تي دي ب 5، ومعايا R2 بلس R1 مجموعهم على بعض بكام؟ ب 50 كيلو. فمين الانون الوحيد دلوقتي؟ الانون الوحيد هو R2. يبقى بمنتهى البساطة أقدر أطلع دلوقتي R2، بعد ما أطلع R2 أقدر أطلع منه R1، لأن مجموع الاتنين على بعض ب 50 كيلو. كده يبقى إحنا خلصنا أول مسألة إيه يا شباب. طيب نتنقل على تاني مسألة في الشيت. تاني مسألة في الشيت كان إداني سيركت، السيركت دي جواها حاجة سمول سيجنال موديل بتاعت بي جي تي امبليفاير. خلاص الامبليفاير ده احنا لسه هندرسه بالتفصيل طول ما احنا ماشيين في الكورس يا شباب، وهناخد يعني ايه سمول سيجنال موديل وكل الكلام ده. انا بس يهمنا ازاي نحل كي سي ال وكي في ال للشكل ده، عشان لما ناخده قدام في الكورس ما نبقاش ايه مصدومين بيه. فهدفنا دلوقتي بس نحل كي سي ال وكي في ال وشويه مفاهيم اللي هي الانبوت امبيدنس او انبوت ريزيستنس والاوتبوت ريزيستنس، الجين، ازاي بنطلع الكلام ده على السيركت اللي موجوده قدامنا، وبعد كده هناخد بالتفصيل في الكورس معنى كل حاجه من دول بالتفصيل. طيب تعالوا بس ناخد فكره عن السيركت بسرعه عشان نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. السيركت اللي قدامي بالمنظر ده، انا بدخل من هنا حاجه اسمها في سيجنال، دي سيجنال انا عايز املاها امبليفيكيشن. خلاص دي سيركت بتاعت امبليفاير، فانا هامبليفاي سيجنال، فانا بدخل الفي سيجنال من هنا. خلاص وباخد الفي اوتبوت بتاعي من هنا. طيب الفي سيجنال بتخش كده في حاجه اسمها ريزيستنس ار بي للجراوند، والار بي ترمز للار بيز، وهنفهم الكلام ده كمان شويه في الكورس. بعد كده في ريزيستنس اسمها ار باي، الفولت اللي بيبقى عليها من فوق لتحت اسمه في باي اللي هو الدروب على الار باي، والكرنت اللي ماشيه جواها هنسميها اي باي. اللي عندي تحت ده ريزيستنس اسمها ار اي، اللي هي اصلا كانت في الاصل حاجه اسمها الار بتاعه الايميتر، ودي برده هنشوفها في الكورس قدام. الناحيه الثانيه عندي dependent current source، dependent current source ده بيطلع current قيمتها جي ام في الفي باي، حيث ان الفي باي هو قلنا الدروب اللي على ايه؟ الريزيستنس اللي هي الار باي. يبقى هنا عندي dependent current source بيطلع جي ام في الفي باي. طيب بعد كده عندي هنا resistance اسمها ار سي، دي بترمز للار بتاعت الكوليكتور. خلاص ودي برضه هنشوفها في الكورس كان شويه. اخر حاجه عندي اسمها ار ال للجراوند، الار ال دي اللي هي الار لود بتاعي.
خلاص. هو هيطلب مني 3 طلبات، عايزني احسب الانبوت ريزيستنس، عايزني احسب الاوتبوت ريزيستنس، عايزني بعد كده احسب له الجين اللي هو الاوتبوت على الفي سيجنال او الانبوت بتاعي. طيب وهو قال لي ايه لما تيجي تحسب الانبوت ريزيستنس في اول طلب؟ قال لي للتسهيل وانت بتجيب الانبوت ريزيستنس من عند النقطه دي كده هتعتبر اكنها ايه، هاتها على جزئين. الريزيستنس اللي انت شايفها من هنا هي بتساوي ايه؟ بتساوي الريزيستنس اللي انت شايفها من اول هنا بارلل مع مين؟ بارلل مع الار بي دي. خلاص، فقال لي انت هتجيب الريزيستنس اللي انت شايفها من اول هنا من بعد الار بي دي، خلاص تجيبها ليتس سي هنسميها ار اكس، وبعد كده تحط يبقى الار انبوت بتاعتك هي الار بي بارلل مع الريزيستنس اللي انت جبتها من اول النقطه دي اللي هي هنسميها ايه، ار اكس. طيب تعالوا نشوف بقى ايه هنعمل الكلام ده ازاي. طيب يا ده كده اول جزء في المساله، ده اللي انا هجيبه اهو دلوقتي، دي النقطه اللي انا هجيب من عندها الار اكس من اول هنا خلاص، وبعد ما اجيب الار اكس هقول ان الار انبوت بتاعتي هي ار بي بارلل مع ار اكس. زي ما بنجيب الانبوت ريزيستنس عامه، احنا هنحط سورس هنسميه في اكس بيطلع كارنت اسمها اي اكس، وهنجيب الفي اكس على الاي اكس من عند النقطه اللي احنا عايزين ايه بنقيس عندها الامبيدنس او الريزيستنس، ونقسم الفي اكس على الاي اكس يبقى هي دي ايه الار اكس. فانا هاخدت السيركت بتاعتي من اول كده النقطه دي من اول الخط النقط ده اللي انا عايز اجيب له ايه الانبوت ريزيستنس. فاخدته خدت كده الجزء ده لوحده اهو من اول ايه الخط النقط ده، لو خلاص سبت قبله الار بي ما خدتهاش معايا، انا خدت من اول ايه الخط النقط ده كده. فحطيت هنا الفي اكس بتطلع كارنت اي اكس، خلاص بتدخل جوه اهي بقيه الموديل عادي جدا، ار باي وار اي وجي ام في باي وار سي وار ال زي ما انتم شايفين. طيب هدفي ايه دلوقتي؟ اجيب الفي اكس على اي اكس. طيب هي الاي اكس اللي طالعه دي بتساوي مين؟ احنا مفيش اي سكه للكارنت تمشي فيها الاي اكس غير هي السكه دي، هتفضل ماشيه لغايه ما تدخل جوه الريزيستنس الار باي. اتفقنا الكارنت اللي ماشيه جوه الريزيستنس الار باي اسمها ايه؟ اسمها اي باي. فكده معنى كده الكارنت اللي هي الاي اكس بتساوي مين؟ بتساوي اي باي. طيب يبقى دي كده اول استنتاج. طيب ايه بقى نظام الفي اكس؟ الفي اكس اللي هي الفولت بتاع النقطه دي بيساوي ايه؟ لو انت حبيت تجيب الفولت من اول النقطه دي توصل بيه لغايه يعني تعمل كي في ال لغايه الجراوند، هو بيساوي الفولت على الريزيستنس دي اللي هو اسمه في باي اللي هو الدروب على الريزيستنس دي بلس الدروب على الريزيستنس اللي تحت اللي هو الار اي. الفي اكس بتساوي الفي باي لو الدروب على الريزيستنس دي بلس الفولت اللي على الار اي. طيب هو الفولت اللي على الار اي ده بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الكرنت اللي ماشيه جوه الار اي مالتبلايد ب الار اي ذات نفسها. طيب هو ايه الكرنت اللي ماشيه جوه الار اي اصلا؟ الكرنت اللي ماشيه جوه الار اي هي مجموع التو كرنتس اللي نازله عليها كده اهو، اللي هو الاي باي من ناحيه والناحيه الثانيه كرنت قيمتها جي ام في الفي باي، ده بينزل وده بينزل بيتجمعوا جوه الار اي. يبقى الكرنت اللي جوه الار اي قيمتها اي باي بلس جي ام في باي، يبقى الفولت اللي على الار اي هو بيساوي ار اي مضروب في الكرنت اللي هي اي باي بلس جي ام في الفي باي. طيب كده ناقص اعمل ايه؟ اقسم ده على ده اجيب مين؟ الار اكس. يبقى الخطوه اللي بعدها اقسم الفي اكس على الاي اكس، الاي اكس اللي هي الاي باي زي ما هي، الفي اكس اللي هي في باي بلس الار اي اي باي بلس جي ام في الفي باي. هتبتدي تقسم بقى ايه الفاكشن ده جزاؤه على ايه؟ جزئين، اول جزء لوحده وتاني جزء لوحده، الفي باي على الاي باي هي في باي على اي باي بلس التاني تاني ايه ترم ايه فيه او تاني ايه جزء فيه اللي هو ار اي مضروبه في البراكت ده مقسومه على الاي باي. طيب الفي باي على الاي باي دي قلنا اسمها ايه؟ بنسميها ليه الار باي. يبقى ده كده اول ترم. طيب تاني ترم اقسم اللي جوه البراكت ده على ايه؟ الاي باي. يبقى اي باي على اي باي فيها واحد. طيب جي ام في باي على اي باي يبقى في باي على اي باي تطلع لك ايه؟ تطلع لك ار باي. يبقى تاني ترم هيبقى جي ام في الار باي. يبقى انا كده طلعت الترم ده وطلعت الترم ده وما بينهم الايه بلس ايه موجود. يبقى كل اللي انا كل بجيبه ده كده جبت مين؟ جبت الار اكس. ناقص بقى اعمل ايه بعد ما جبت الار اكس؟ ناقص اجيب الار انبوت. اتفقنا الار انبوت عباره عن ايه؟ عباره عن الار اكس اللي انا جبتها بارلل مع مين اللي انا كنت ايه سايبها في الاول اللي هي الار بي. يبقى الار انبوت بتاعتي عباره عن الار بي بارلل مع الار اكس اللي هي بتساوي ار باي بلس ار اي 1 بلس الجي ام في الار باي. يبقى انا كده جبت اول طلب في المساله اللي هو ايه؟ الار انبوت. طيب تعالوا كده نشوف هو كان ايه تاني طلب في المساله.
تاني طلب في المسألة قال لي عايز expression لل output resistance بنفس الطريقة، هحط V على ال output VT واطلع منه IT واقيس الكلام ده، وهو كان محدد لي النقطة اللي هجيب من عندها ال output resistance اللي هي هسيبني من اللود دلوقتي واجيب ال output resistance بتاعت السيركت بتاعتي ذات نفسها، يبقى من اول النقطة دي كده خلاص هو محدد لي المكان، هو مطلوب اجيب ال output resistance من هنا، فهحط VT و IT واحسب نفس الكلام VT على IT من عند النقطة دي. بس بقى في ملحوظة مهمة جدا وانت بتجيب ال output resistance تحديدا، انت بتجيب الاوتبوت ريزيستنس تحديدا لازم تدي اكتيفيت السورس بتاعك، عشان كده قال لك الفي سيجنال بتساوي 0، يعني وانت بتحسب الار اوتبوت لازم الفي سيجنال او الانبوت بتاعك يكون بكام، يكون ب 0. طيب يبقى انا دلوقتي هعمله خطوتين، اول خطوه هحط الفي سيجنال ب 0، تاني خطوه هحط الفي تي واطلع منه الاي تي عند النقطه دي واحسب في تي على اي تي، يبقى انا كده جبت الاوتبوت ريزيستنس بتاعت السيركت دي. تعالوا كان نشوف لما هنعمل دي اكتيفيشن للانبوت بتاعي اللي هو الفي سيجنال، تفتكر احط مكانها ايه؟ هحط مكانها ده كان فولتج سورس، يبقى يتشال ويتحط مكانه شورت سيركت لجراوند، كده ده دي اكتيفيتد اهو خلاص. طيب لو النقطه دي جراوند والنقطه دي جراوند، كده الار بي خلاص بقت شايفه جراوند من التو سايدز، كده كانها ايه مش موجوده اصلا، يبقى احنا وصلنا لغايه ان النقطه دي بقت ايه جراوند. لما هنوصل للنقطة دي ان هي بقت جراوند، هتلاقي ان الفولت اللي موجود على الار باي اللي هو الفي باي هو كمان بيساوي كام؟ بيساوي 0. طيب انت لو وصلت ان الفي باي بيساوي 0 في الكيس دي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان الجي ام في الفي باي هي كمان بتساوي 0، لان الفي باي نفسها ب 0، فبالتالي الجي ام في باي هتبقى بتساوي 0. طيب لما الجي ام في باي هتساوي 0، ده current source مطلع current قيمتها كام؟ current قيمتها 0. طب لو هي current قيمتها 0 يبقى ده كده اكنه ايه؟ اكنه open circuit، لان ده ideal current source خلاص، او dependent current source. current source لو مطلع current قيمتها 0 يبقى اكنه ايه؟ open circuit خلاص. طيب فاحنا كده الحاجه الوحيده اللي هنبقى شايفينها خلاص مش متبقي لي في السيركت غير من اول جزء ده كده، مش متبقي لي غير ايه؟ ال RC. بعد ال RC في current source مش شغال من اول ايه هنا. فانت لما هتدخل الفي تي بتاعتك والاي تي من عند النقطه دي اللي هو طلبها في المساله، هتلاقي ان الكرنت اللي كانت موجوده في الفي تي طلعت دخلت جوه بس مين؟ جوه الار سي، مفيش غيرها. فانت كده الريزيستنس اللي انت هتبقى شايفها من عند الفي تي لما تجيب في تي واي تي هي على طول بمنتهى البساطه مين؟ هي الار سي، لان مفيش حاجه ايه غيرها انت شايفها. فكده يبقى انت جبت الاوتبوت ريزيستنس بتاعتك بتساوي ار سي. طيب كده احنا خلصنا تاني طلب في المسألة، تعالوا نشوف تالت طلب في المسألة كان عايز ايه. تالت طلب في المسألة كان عايز نحسب الجين بتاعنا، قال لي expression for the voltage gain اللي هو ال V out على ال V signal اللي هو النقطة دي كفولت على النقطة دي كفولت خلاص. تعالوا نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. هنعمل نفس هنجيب expression لل V signal، هنجيب expression لل V output، نقسم ده على ده يبقى طلعنا الجين. طيب تعالوا كده نفتكر expression ال V signal كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي ال V باي بلس ال R E مضروبة في ال I باي بلس ال G M في ال V باي، ده احنا كنا جبناها في أول طلب في المسألة لو انتوا فاكرين، اللي هو الفولت لما الفولت بتاع ال V signal كان بيساوي الفولت اللي على ال resistance ال R باي اللي هي ال V باي بلس ال R E اللي تحت مضروبة في total current اللي كان ماشي فيها اللي هو ال I باي بلس ال G M في ال V باي. بعد كده هبتدي بس هبسط الشكل ده شويه عشان عايز هستخدمه كمان شويه، فانا بس محتاج ايه اعمل شويه ايه ماثيماتكس على الشكل ده كده. الاي باي هفكها ان هي تكون في باي على ار باي، ما يبقى انا كده كده ما عملتش اي حاجه، بلس الجي ام في الفي باي هسيبها ايه زي ما هي. طيب بعد كده هتفك البراكت ده، في باي على ار باي مضروبه في الار اي بلس الجي ام في الفي باي مضروبه برده في الار اي. طيب بعد كده يبقى انت عندك كومن تير ما بين كل الكلام ده اللي هو اسمه مين؟ اسمه في باي، يبقى انت كده تقدر تاخد الفي باي كومن فاكتور، يبقى قالك جوه 1 بلس ار اي بارلل مع ار ار اي سوري ار اي مقسومه على الار باي بلس الجي ام في الار اي، يبقى انت كده جبت الفي سيجنال بتاعتك بالايه؟ بالكلام ده. طيب تعالوا كده نشوف الفي اوتبوت هنجيبه ازاي. تعالوا كده نبص على السيركت الايه اللي كانت موجوده. الفولت اللي موجود هنا هو بيساوي كام؟ هو من الفولت اللي هنا اللي موجود خلاص هيساوي الكرنت اللي ماشيه في الريزيستنس ايه اللي موجوده. الريزيستنس اللي موجوده هي ار سي بارلل مع الار ال، دي سهل. طيب الكرنت بقى اللي ماشيه هنا، الكرنت اللي ماشيه بالمنظر ده كده معناها ان هي كانت طالعه كده من الجراوند
مشيت كده، بعدين نزلت جوه الكرنت سورس ده. طيب ده معناها ايه؟ معناها ان الكرنت طالع من الجراوند بالمنظر ده، بعدين كده، بعدين كده. ده معناه ايه؟ معناه ان الفولت على النقطه دي هيكون ماله، هيكون بالنيجاتيف خلاص. فعشان كده الفي اوت هتلاقيها نيجاتيف، الكرنت اللي كانت ماشيه هنا مضروبه في الريزيستنس اللي هي موجوده هنا. الريزيستنس اللي هي موجوده هنا اللي هي مين؟ ار سي بارلل مع ار ال، والكرنت اللي هنا اللي هي جي ام في الفي باي. فهتلاقي الفي اوت بتاعك قيمته بتساوي نيجاتيف الجي ام في الفي باي اللي هي الكرنت، واحنا قلنا ليه نيجاتيف؟ عشان اتجاه الكرنت كان ماشي ازاي، مضروبه في الار سي بارلل مع الار ال. يبقى انت كده جبت الايه؟ الفي اوت. نايس تعمل ايه؟ نايس تقسم الفي اوتبوت على الفي سيجنال. يبقى انا دلوقتي هكتب الفي اوتبوت على الفي سيجنال، جي ام في الفي باي ار سي بارلل مع ار ال، ده الفي اوت. الفي سيجنال اللي هي تحت في باي 1 بلس الار اي على الار باي بلس الجي ام في الار اي. هتلاقي الفي باي فوق وتحت هتشطبهم مع بعض. عشان كده انا كنت في الاول ببسط الفي سيجنال عشان اطلع منها الفي باي ككومن فاكتور، عشان بمنتهى البساطه اقدر ايه اشطبها بعد كده مع الفي باي في النيوميريتور بعد كده. طيب انت كده وصلت للايكويشن دي اللي هي نيجاتيف جي ام مضروبه في ار سي بارلل مع ار ال، تحت يبقى 1 بلس الار اي على الار باي زي ما هي بلس الجي ام في الار اي. لغايه كده حلو قوي. احنا اللي هنعمله بعد كده خلاص شويه ماثيماتكس ومعلومه كده صغيره او ملحوظه صغيره جديده هنشوفها برده في الكورس كمان شويه، خلاص هنستخدمها دلوقتي في المساله عشان نبسط بيها بس الشكل بتاع الايه الفاكشن اللي طلع لي ده. يبقى انا بس كل اللي هعمله دلوقتي شويه تبسيطات خلاص او سمبليفيكيشن لشكل الفاكشن اللي طلع لي ده. هستخدم فيه معلومه كده انا اخدها جوه الكورس عشان اعمل يعني حته ابروكسيميشن كده يبسط لي الشكل ده شويه. خلونا كده نمشي مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي انا طلعت الاكسبريشن ده، هروح اضارب فوق وتحت في ار باي، يعني ما حصلش اي حاجه. يبقى فوق كده نيجاتيف جي ام ار باي في نفس البراكت الموجود ار سي بارلل مع الار ال، تحت عندي ار باي بلس الار اي بلس الجي ام ار باي في ار اي. طيب كده يبقى ار باي ضربت فوق وتحت في ار باي طلع لي الكلام ده. ايه بقى المعلومه اللي انا هقولها جديده؟ احنا في ترم كده اسمه جي ام ار باي خلاص. الترم ده هناخده كمان شويه واحنا ماشيين في كورس اسمه بيتا خلاص. البيتا بتساوي جي ام في الار باي، والبيتا دي دايما الرقم بتاعها بيبقى كبير، هتلاقيها 100 120 150 ارقام كبيره قوي، اكبر بكتير قوي ايه من الواحد. طيب تعالى كده نبص على التو ترمز اللي جنب بعض دول اللي هما كانوا في الدينومينيتور اللي هو الار اي بلس جي ام ار باي ار اي. لو انت بتقول لي الار اي بلس جي ام ار باي دي اللي هي سميناها ايه بيتا، يبقى الكلام ده اكنه بيساوي ار اي بلس البيتا في الار اي. اتفقنا ان البيتا اكبر بكتير قوي ايه من الايه من الواحد. البيتا ممكن نقول ان هي ابروكسيميتد بتساوي 100، يبقى انت بتقول لي ار اي بلس 100 ار اي صح؟ مين الدوميننت؟ اكيد الترم ده صح، لان انت بتعمل ايه اديشن. فتقدر تابروكسيميت اكنك بتقول 100 زائد 1، تقدر تنجلكت ايه الواحد ده، فاكنك بتقدر تقول ابروكسيميت للكلام ده ان هو بيساوي البيتا ار اي على طول، لان ده الترم الايه الكبير. طيب يبقى انا كده وصلت ان الار اي بلس الجي ام ار باي في الار اي، هقدر اخد التو ترمز دول على بعض واقول انا هنجلكت منهم مين؟ هنجلكت منهم الار اي ده، لان الثاني الار اي الثانيه مضروبه في ايه؟ في 100 خلاص. وهيبقى ايه الصم يعني ده كده ابروكسيميشن سام سورت اوف ابروكسيميشن، وهيديني ايرور بسيط جدا 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 ايه هنشوف بعد كده في الكورس. فانا هرجع اكتب ايه الكلام ده. يبقى انا خلاص شلت الايه الترم اللي هو بتاع الار اي ده خلاص، لقيت ان هو ملوش لازمه مقارنه باللي جنبه. فهكتب تاني زي الدينوميتر زي ما هو ار باي بلس، شلت الترم اللي هو الصغير اللي ملوش لازمه، يبقى لي جي ام ار باي في الار اي، وفوق زي ما هو نيجاتيف جي ام ار باي ار سي بارلل مع الار ال. هعمل ايه بعد كده؟ ايه اسم تاني على الار باي اللي احنا كنا ايه ضربناها ايه من شويه؟ ايه يبقى فوق نيجاتيف جي ام ار سي بارلل مع الار ال، تحت ار باي على ار باي هنا واحد جي ام ار باي في ار اي، يبقى لك جي ام في ار اي. يبقى انت كده جبت ايه الفي اوتبوت على الفي سيجنال، وعملنا فيه سام سورت اوف ابروكسيميشن زي ايه ما قلنا. يبقى احنا وصلنا الاول للاكزاكت ايكويشن، بعد كده عملنا حتة ابروكسيميشن صغير وعرفنا يعني ايه بيتا، والكلام ده برضو البيتا دي بالذات هناخدها بالتفصيل في الكورس كمان شوية. كده احنا خلصنا تاني مسألة في الشيت يا شباب. طيب تالت مسألة نتنقل ليها بقى. تالت مسألة كانت بتتكلم على سيمي كوندكتور
خلاص ادي بيس اوف سيليكون. اداني الانترنسيك كونسنتريشن اللي هو الان اي ب 10 باور 10 لكل كيوبيك سنتيمتر. قال انا حاطط عامل دوبينج، حاطط اكسبتورز بالكونسنتريشن اللي هو 2 تايم 10 باور 15، حاطط دونرز بالكونسنتريشن اللي هو 1 تايمز 10 باور 15، واداني الميو ان والميو بي اللي هي الموبيليتي بتاعت الالكترونز والموبيليتي بتاعت الهولز، وطلب شويه طلبات في المساله هنمشي فيها ايه واحده واحده. قال لي كده مبدئيا ايه الماجوريتي كارير الموجود، وقال لي السيليكون ده يعتبر ان تايب ولا بي تايب. طيب طب في السيليكون ده عامل دوبينج بنوعين مع بعض باكسبتورز ودونرز، خلاص اول ما تشوف ان انت عامل بدونرز واكسبتورز مع بعض الاثنين في نفس الوقت، شوف مين ايه مين هيكسب مين اكبر. انت عين عامل الاكسبتورز ب 2 تايم 10 باور 15 بس عامل الدونرز ب 1 تايم 10 باور 15، فواضح كده ان الاكسبتورز هي الاكبر من مين من الدونرز، يبقى كده الاكسبتورز هي اللي هتكسب. طيب الاكسبتورز دي كانت بتديني ايه؟ الاكسبتورز تديني هولز، خلاص الدونرز كانت بتديني الكترونز، يبقى كده بما ان الاكسبتورز هي اللي هتكسب خلاص لان هي الاكبر، يبقى انا كده الماجوريتي اللي عندي هتكون ايه؟ الماجوريتي اللي عندي هتكون هولز، خلاص وساعتها بما ان الماجوريتي هولز ده هيبقى ساعتها ان تايب ولا بي تايب، هيبقى ساعتها بي تايب، خلاص يبقى ده كده ايه اول حاجه. احنا قلنا الان ايه اكبر من الان دي، يبقى معناها الماجوريتي هي الهولز والتايب هيكون بي تايب. طبعا لو العكس ايه كان هيحصل؟ لو الان دي هي الاكبر من الان ايه، لو الان دي كانت اكبر من الان ايه يبقى ساعتها الدونرز هي اللي بتكسب، يبقى ساعتها الماجوريتي بتاعتك هي الالكترونز، ويبقى ساعتها التايب ده ان تايب، خلاص بس احنا المساله بتاعتنا اكسبتورز اكبر من دونرز يبقى بي تايب والماجوريتي هي الهولز. ازاي طلع بقى الكونسنتريشن بتاعت البي والان اللي هي تاني طلب؟ قال لي عايز الكونسنتريشن بتاع البي والان اللي هي الهول والالكترون. الكونسنتريشن بتاع البي سهل قوي، هو تعمل الفرق ما بين الان اي والان دي، خلاص الاكسبتورز ماينس الدونرز. الاكسبتورز هو ادالك ان هي 2 تايم 10 باور 15 والدونرز 1 تايم 10 باور 15، يبقى 2 ماينس 1 تايمز 10 باور 15 لكل كيوبيك سنتيمتر، ما تنسوش اليونتس يا شباب، خلاص يبقى انا كده وصلت ان البي بتساوي 10 باور 15 لكل كيوبيك سنتيمتر. كده انت جبت البي بمنتهى السهوله. ناقص تجيب مين؟ ناقص تجيب الالكترون كونسنتريشن او الان. عشان تجيب الالكترون كونسنتريشن او الان وانت معاك البي، في ايكويشن سهله قوي هتقدر تستخدمها اللي هي الان في البي ايكوال ان اي سكوير، خلاص معاك البي الان اي سكوير دي اللي هي الانترنسيك كونسنتريشن اللي هو ادالك في المساله 10 باور 10، فتقدر بعد كده تجيب مين؟ تقدر تجيب الان، الان اللي هي تساوي ان اي سكوير على البي، الان اي سكوير اللي هي 10 باور 20 هتقسمها على البي اللي هي 10 باور 15 يطلع لك 10 باور 5 لكل كيوبيك سنتيمتر، ما تنسوش اليونتس يا شباب. انت كده طلعت ايه؟ الكونسنتريشن بتاع الان، خلاص اللي هو اللي هي الكونسنتريشن بتاع الالكترون سوري اللي هي الان. فانت كده جبت ايه؟ اول طلب وجبت تاني طلب. تعالوا نشوف الطلب اللي بعد كده كان بيقول ايه؟ كان عايز توتال كوندكتيفيتي. طيب احنا دلوقتي عندنا ان اللي هي الالكترونز، علينا عندنا بي اللي هي الهولز، خلاص عندنا ان وعندنا بي، عندنا تو ان تو كاريرز ايه ماشين. طيب فعشان تجيب الكوندكتيفيتي محتاج تجيب بقى توتال كوندكتيفيتي. احنا كنا خدنا ان في كوندكتيفيتي للان لوحدها وخدنا كوندكتيفيتي للبي لوحدها، انت في الكيس دي في ان وفي بي مع بعض موجودين، خلاص فلما تيجي تجيب التوتال كوندكتيفيتي هتجيب اللي هي الكوندكتيفيتي بتاعت الان بلس الكوندكتيفيتي بتاعت البي، خلاص ده اللي احنا هنعمله ايه دلوقتي. يبقى التوتال كوندكتيفيتي هي الكوندكتيفيتي نتيجه الان بلس الكوندكتيفيتي نتيجه البي، وهنكتب القانون بتاع كل واحده ايه كان هو مديه لنا في الهينس. الكوندكتيفيتي بتاعت الان اللي هي كيو في الموبيليتي الان في الان، والكوندكتيفيتي بتاعت البي هي الكيو في موبيليتي البي في البي، خلاص الميو ان والميو بي هو اداهم لي اصلا كانت جيفن في المساله. الان انا حسبتها اللي هي 10 باور 5، البي انا حسبتها 10 باور 15، الكيو ده اللي هو تشارج كونستنت اللي هو 1.6 تايم 10 باور نيجاتيف 19، خلاص وانت تقدر ايه تعوض بالكلام ده ايه على الكالكوليتر دي، ايه سهله تعويض مباشر. طيب نشوف الطلب اللي بعد كده. الطلب اللي بعد كده هو قال لي assume we want to increase the electron concentration to 10 power 17 لكل كيوبيك سنتيمتر، what is the additional dopant type and concentration, what is the new conductivity. طيب تعالوا كده نشوف هو ايه عايز يعمل ايه. هو قال لي انا عايز ازود الالكترون كونسنتريشن لغايه ما يوصل، يبقى عندي كونسنتريشن بتاع الالكترونز 10 باور 17، خلاص لغايه ما يبقى عندي الكونسنتريشن بتاع الالكترونز
10 باور 17. في الكيس الجديده يعني انا معايا نفس السيمي كوندكتور بس عايز اعمل فيه شويه حاجات بحيث ان انا اوصل كونسنتريشن الالكترونز لغايه 10 باور 17. قال لي بقى انت محتاج تحط يا ترى الدوبنت نوعه ايه، خلاص هل هو دونرز ولا اكسبترز يعني، والكونسنتريشن اللي انت محتاج تزوده بتاع الدونرز او الاكسبترز وات ايفر الدوبنت اللي انت هتحطه ده قد ايه، خلاص. وبعد كده ممكن تبقى ترجع تحسب له ايه الكوندكتيفيتي في الكيس الجديده دي إيه؟ سهله، هتكون كده خلاص جبت الان والبي فتقدر تحسب الايه الكوندكتيفيتي دي سهله. تعالوا بقى نترجم الكلام اللي هو ايه قاله ده. هو دلوقتي عايز النيو الكترون كونسنتريشن خلاص تبقى 10 باور 17 لكل كيوبيك سنتيمتر. طيب الالكترون كونسنتريشن كده في الكيس الجديده هتبقى 10 باور 17. طيب الالكترون كونسنتريشن في الكيس الجديده اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي ال ان دي نيو ماينس ال ان اكسبترز اللي هي كانت موجوده زي ما احنا كنا عملنا المره اللي فاتت، ال ان ايه ماينس ال ان دي خلاص لما كان الاكسبترز هي الكسبانه والتايب ده بقى كان ساعتها كان بي تايب. دلوقتي انت اصلا خلاص كونسنتريشن الالكترونز بقى 10 باور 17 which means ان الالكترون هي اللي هتبقى ايه ضم خلاص. فانت ال ان دلوقتي بتاعتك هي ال ان دي نيو ماينس الاكسبترز اللي كانت موجوده، وكده كده الاكسبترز ما جابش سيرتها فهي هتفضل ثابته زي ما هي. يبقى انا كل اللي هعمله ايه هحط دونرز زياده خلاص بحيث ان في الفاينل ستيت بتاعتي يبقى ال ان دي نيو ماينس ال ان ايه تساوي ان نيو اللي هي النيو الكترون كونسنتريشن اللي هي 10 باور 17. ال ان ايه زي ما هي، ال ان دي نيو دي انا ما اعرفش هتبقى بكام، هو اداني ال ان نيو اللي هي النيو الكترون كونسنتريشن ب 10 باور 17. يبقى بمنتهى البساطه تجيب الدي الناحيه الثانيه بالبلس يبقى ال ان دي نيو هي بتساوي 10 باور 17 بلس ال ان بتاعت الاكسبترز اللي كانت موجوده، ال ان بتاعت الاكسبترز اللي كانت موجوده اللي هي 2 تايم 10 باور 15 خلاص. يبقى كده انت جبت النيو كونسنتريشن بتاع الدونرز ايه الجداد خلاص. يبقى انت كده جبت ال ان دي نيو. طيب هو يا ترى ال ان دي اولد كانت كام؟ هو اصلا الدونرز اللي كانت موجوده في الماتيريال ساعه ايه ما جبتها خالص في اول المساله كان ساعتها ال ان دي اللي كان مديها لي ب 10 باور ايه 15، واكتشفت ان انا في الكيس الجديده اللي انا محتاجه محتاج يكون عندي موجود دونرز في الماتيريال قيمتها 10 باور 17 بلس 2 تايم 10 باور ايه 15. طيب لو انا بقى حبيت احسب الدلتا اللي هو الزياده اللي انا محتاجها ما بين الكيس القديمه والكيس الايه الجديده، يبقى هماينس ده من ده خلاص هماينس ايه هعمل ان دي نيو ماينس الان دي اول، ده الدونرز في الكيس الجديده وده الدونرز في الكيس القديمه. يبقى انا عشان بس اشوف انا محتاج بقى ايه احط دلتا او زياده قد ايه على اللي كان موجود ايه قبل كده خلاص. فالان دي نيو اللي هي 10 باور 17 بلس 2 تايمز 10 باور 15 ماينس ال ان دي اولد اللي هي 10 باور 15، هتلاقي هنا 2 ماينس ال 1 فاكنها 10 باور 15 واحده، يبقى 10 باور 15 بلس 10 باور 17 اللي كانت موجوده هنا يبقى 1.01 تايمز 10 باور 17 لكل كيوبيك سنتيمتر. يبقى ده الدلتا ان دي اللي هي الزياده اللي انت محتاجها في الدونرز عشان توصل بيها للفاينل ستيت. يبقى عندك ال ان دي نيو اللي هي دي اللي هي تخلي لك عندك الكترون كونسنتريشن في الحاله الجديده برقم اللي هو اداهولك اللي هو 10 باور 17. يبقى احنا كده خلصنا ثالث مساله في الشيت يا شباب. طيب رابع مساله في الشيت كان بيتكلم على بي ان جنكشن. قال لي ان في البي ان جنكشن دي لو يعني if افترض يعني البرودكت بتاع ال ان ايه في ال ان دي increases by 10 power n خلاص show that the built in او the change in the built in voltage is approximately equal to n times 60 ملي فولت. يعني هو بيقول لي ايه في لو انت عندك ال ان ايه في ال ان دي اللي هو البرودكت بتاع الاكسبتورز والدونرز خلاص اتضرب او يعني زاد بمقدار 10 power 10 خلاص increases by 10 power 10 باور ان سوري 10 باور ان. طيب قال لي بقى هات لي التشينج في البيلت ان بوتنشال ان هو بيساوي ان تايم 60 ملي فولت. طيب عشان ابسط كده على نفسي الكلام ده انا هكتب الايكويشن بتاعت البيلت ان بوتنشال اول حاجه واشوف اللي هو كان بيقولوا ايه في المساله. طيب الايكويشن بتاعت البيلت ان بوتنشال كانت بتقول ايه؟ بتقول ان البيلت ان بوتنشال بيساوي الفي تي لان اللي جوه الان ان ايه في الان دي على ان اي سكوير. الايكويشن دي احنا خدناها في المحاضره الان ايه والان دي اكسبتورز ودونرز، ان اي ده الانترنسك كونسنتريشن، الفي تي ده لو ثيرمال فولتج هو بيساوي 26 ملي فولت تقريبا عند الروم تمبرتشر. طيب ده كده الايه الاوريجينال كيس او اللي هي الايه الكيس الطبيعيه اللي هي من غير اي اديت من غير اي ايه حاجه. في النيو كيس بقى هو قال لي ايه النيو كيس؟ يبقى الفي
لابلت ايه نيو، خلاص انا هرمز له بنيو، خلاص بيساوي ايه؟ بيساوي الفي تي لان، بدل ان ايه في ان دي هحط ان ايه في ان دي مضروبه في 10 باور ان اللي هي الزياده اللي هو قال لي ايه عليها. يبقى انا اهو حاطط ان ايه في ان دي مضروبه في 10 باور ان اللي هو الزياده اللي قال لي عليها، مقسومه على ان اي سكوير، خلاص. يبقى ده كده البيلت ان بوتنشال بس في النيو كيس. يبقى انا هبتدي بقى اشتغل على الاكسبريشن ده واحاول ابسطه واوصل بيه للمعلومه اللي هو عايزها ايه هي. طيب تعالى كده نبسط بقى ايه الشكل ده اللي هو البيلت ان بوتنشال اللي هو النيو كيس اللي هو الفي نيو دي. اول حاجه هعملها في اللين ده، اللين ده اللي انا هفكه للين بلس لين، انتوا عارفين لو لين اي بي اللي جوه اللين يعني اي بي، فانت تقدر تفك اللين لين اي بلس لين بي. فانا اللي هعمله ان انا هفك ايه اللي جوه اللين ده ل 2 اي لين، هاخد الترم ده لوحده اللي هو 10 باور ان، واخد الترم بقيته اللي هو ان اي في ان دي على ان اي سكوير لوحده. فهيبقى في تي لين 10 باور ان ادي ده لوحده، اللي بعده في تي لين ان اي في ان دي على ان اي سكوير. طيب بعد كده احنا عارفين ان اللين تقدر تنزل الباور على الرقم الايه اللي جواها، يبقى الان اللي كانت فوق ال 10 دي تقدر تنزل، صح؟ يبقى انا هبسط الشكل ده اكتر، هيساوي ان مضروبه في الفي تي اتبقى لي جوه اللين 10 بس، بلس الفي تي لين ان اف ان دي على ان اي سكوير ما اتغيرتش. طيب في بقى معلومه انا هستخدمها، ان هي الفي تي مضروبه في لين 10 حوالي هتساوي 60 مللي فولت. خلاص جه منين الكلام ده؟ انت هتلاقي الفي تي اللي هي 26 مللي فولت تقريبا عند الروم تمبرتشر، اضربها في لين 10 هتلاقي ان البرودكت بتاع التو تيرمز دول مع بعض هيساوي تقريبا 60 مللي فولت. فانا هروح شايل التو تيرمز دول واحط مكانهم ابروكسيميتد ايه 60 مللي فولت، لان هسيبها زي ما هي اهي، بلس الفي تي لان ان ايه في ان دي على ان اي سكوير مفيش حاجه فيها ايه اتغيرت. يبقى احنا كده كل احنا كنا قاعدين نجيبه ده اللي هو النيو كيس، صح؟ البيلت ان بوتنشال في النيو كيس، يبقى البيلت ان بوتنشال في النيو كيس بيساوي 60 مللي فولت مضروبه في الان، خلاص لو اول براكت، بلس الثاني تيرم اللي هو في تي لان ان اي في ان دي على ان اي سكوير. الترم ده اللي هو كان بيساوي ايه يا شباب؟ الترم ده اصلا كان بيساوي البيلت ان بوتنشال بتاعت الاولد اوريجينال كيس اللي هي من غير اي اديت، صح؟ نفس الايكويشن بالظبط اللي هي كانت من غير اي اديت، فهي دي اكنها البيلت ان بوتنشال الاصلي اللي هو من غير اي تعديلات. فمفهوم الايكويشن دي ايه بقى؟ الايكويشن دي بتقول ان البيلت ان بوتنشال في النيو كيس اللي هو بعد التعديل بيساوي البيلت ان بوتنشال في الاولد كيس بلس 60 مللي فولت تايمز ان. هل ده المطلوب؟ اه هو ده المطلوب. هو قال لك ايه؟ اللي تشينج في البيلت ان بوتنشال بيساوي 60 مللي فولت مضروبه في الان. يبقى فعلا البيلت ان بوتنشال الجديد بيساوي البيلت ان بوتنشال القديم بلس 60 مللي فولت مضروبه في الان. يبقى انا كده خلصت ايه رابع مساله يا شباب. تعالوا بقى ايه نشوف مساله رقم 5 اللي هي اخر مساله كانت في الشيت. مساله رقم 5 اداني بي ان جونكشن، قال لي لو الفورورد فولتج انكريزز باي 60 ان ملي فولت، خلاص يعني الفورورد فولتج زاد بالمقدار ده، شو ذات، محتاج تثبت ايه بقى او توري له ايه؟ ان الفورورد كارنت هتزيد بمقدار 10 باور ان تايمز. خلاص يبقى اداك كيس كده قال لك لو الفورورد فولتج زاد بالمقدار المعين وري له ان الفورورد كارنت هتزيد بالمقدار الايه المعين ده. تعالوا برضو عشان نبسط على نفسنا نكتب الايكويشن بتاعت الايه الكرنت والفورورد فولتج والكلام ده. الكرنت اللي كانت موجوده في البي ان جنكشن اللي هي الاي دي بتساوي اي اس اكسبوننشال في اف على الفي تي، خلاص. ومن الايكويشن دي تقدر تاخد لان التو سايدز، الاول تقسم اي دي على اي اس وبعدين تاخد اللان التو سايدز وبعدين تضرب الناحيتين في الفي تي، هيطلع لك الايكويشن دي. خلاص هتلاقي ان الفي اف بتساوي الفي تي لان اي دي على اي اس. فالايكويشن دي هي اكنها الايكويشن دي بس اخذنا لين الطرفين وايه وعملنا شويه ماثيماتكس عليها. طيب ده كده اللي هو الاوريجينال كيس اللي هو من غير اي تعديلات. ايه بقى التعديل اللي هو طلبه؟ قال لي انا عايز ازود الفورورد فولتج يزيد بمقدار 60 ان ملي فولت. فبدل الفي اف اللي كانت موجوده هنا، خلاص لما هاجي بقى اكتب الايكويشن بتاعت الاي دي نيو اللي هي النيو كيس، هتفضل الاي اس زي ما هي اكسبوننشال، بدل ما كان عندي في اف المره اللي فاتت هيبقى عندي المره دي ايه في اف زائد 60 ان ملي فولت. خلاص ال 60 ان ملي فولت انا كتبتهم بايه، خليت كل اليونت بتاعتي بالفولت عادي يعني، فخليتها اللي هي 0.06 ان. خلاص كل الكلام ده مقسوم على ايه الفي تي. يبقى دي كده النيو كيس بتاعتي ان الكرنت اللي موجوده اللي هي الاي دي نيو بتساوي اي اس اكسبوننشال في اف زائد ال 0.06 ان
مقسوم على ال VT. كده يبقى انا حطيت له المقدار الزياده اللي هو عايزها في الفورورد فولتج، فعلا increases by 60 ان ملي فولت اللي هو الترم ايه ده. هبتدي بقى هبسط الايكويشن اللي انا جبتها دي، هبتدي برده افك نفس فكره المساله اللي فاتت بالظبط، هبتدي ابسطها واوصل منها ايه لمعلوم. هبتدي افك الاكسبوننشال دي، الاكسبوننشال دي اقدر افكها لتو اكسبوننشال مضروبين في بعض خلاص، اكسبوننشال في اف على الفي تي ادي ده كده اول جزء، واكسبوننشال الجزء اللي متبقي اللي هو 0.06 ان على الفي تي. المعلومه اللي هستخدمها كمان في الجزء ده اللي هي لسه برضو شايلين شبهها قوي في المساله اللي فاتت، ان هي 0.06 ان على الفي تي. انت لو قسمت ال 0.06 او اللي هي 60 ملي فولت بمعنى اصح على الفي تي اللي هي 26 ملي فولت، تقسم 60 ملي فولت على 26 ملي فولت، الكلام ده ابروكسيميت تقريبا هيساوي لان الايه لان ال 10 خلاص. طيب فانت تقدر تشيل ال 0.06 على الفي تي وتحط مكانها مين لان 10 وتسيب الان دي زي ما هي خلاص. فده اللي احنا هنعمله في الخطوه ايه اللي جايه بقى، الاي دي نيو بتساوي اي اس اكسبوننشال في اف على الفي تي زي ما هي، ده لو اول تيرم ما حصلوش اي حاجه. تاني تيرم هتسيب ال n هي زي ما هي وتشيل 0.06 على ال vt وتحط مكانها ln 10. طيب الخطوه اللي بعدها هنعمل ايه؟ ال n دي ممكن ندخلها جوه تبقى باور على ال تبقى كانها الباور بتاعت الرقم اللي جوه ايه ال n، فانا اقدر ادخل ال n دي كده جوه ال n يبقى ال n جواها 10 باور n خلاص، واول ترم فضل زي ما هو. طيب تعالوا كده نبص على الترم ده بعد ما دخلت ال n جوه ايه ال n. لو بصينا كده على الترم ده exponential لن اي حاجة يبقى يتبقى لي الحاجة دي نفسها صح، exponential لن الكلام ده يبقى هو بيساوي الكلام ده. طيب يبقى اول ترم فضل زي ما هو اهو اللي هو is exponential vf على vt، تاني ترم ال exponential cancelت لن بقى لي مين اللي هي 10 power n. طيب الاكويشن دي بقى بتقول ايه؟ بتقول ان الكرنت في new case اللي هو اللي انا عايز اجيبه اللي هو كان اصلا طلب المسألة قال لي show that الفورورد كارنت لو في نيو كيس بتساوي كذا خلاص، يبقى الكارنت في نيو كيس بيساوي الترم ده. هو مين الترم ده؟ الترم ده اللي هو ايه الاوريجينال فاليو او الاولد فاليو بتاعت الكارنت اللي كانت موجوده اصلا في الاولد اوريجينال كيس من غير اي تعديلات صح، مضروبه في ايه بقى؟ مضروبه في 10 باور ان، يبقى الكارنت الجديده بتاعتي بتساوي الكارنت القديمه مضروبه في 10 باور ان. هل ده اللي هو طالبه ولا لا؟ هو بيقول لي شو ذات ذا فورورد كارنت انكريزز باي 10 باور ان تايمز، يبقى انا كده اثبتت له اللي هو عايزه. كده احنا خلصنا مسألة رقم 5 وخلصنا شيت 1 يا شباب. شكرا جدا يا شباب.